عايشين بجبن وسلبية وبنقول دي وصية الله ليا، إن أحب كل الناس اللي ليا واللي عليا، وإني أسامح كل اللي بيغلط فيا، ونسيت أصل القضية. القضية مش حب ولا كره ولا أذية، القضية فيها ظلم ليك وليا، فيها إجرام وقتل للنفس البشرية، فيها الكنيسة وشعب الله الضحية، فيها انتهاك للحقوق الإنسانية، فيها لغة سياسة غبية. ولو المجرم مكان الضحية، كان هيبقى بنفس الأسودية، ولا كان هيملأ قلبه إحساس بالمرارة من العيشة والدنيا. أتمنى أن يكون لنا صوت عالي، مش بنفس طريقة العنف والإجرام والأذية، ولا بنفس الطريقة الهمجية، ولا تكون قلوبنا مليانة كراهية، لكن رد فعلنا يكون بحب وبإيجابية، ويكون في صحوة مسيحية حقيقية. أتمنى وبشجاعة وبكلمة الله ليا إننا نواجه الظلم بطريقة حضارية، إن يكون سلاحنا الحقيقي هي الكلمة الإلهية. بس بلاش أسكت، بلاش أمشي جنب الحيط بسلبية، لازم أتكلم وأصرخ وأرفض الظلم للبشرية. ومنساش إن الله لم يعطينا روح الفشل، بل روح النصح وحكمة التصرف في مواجهة الظلم والأذية. الله بيعلمنا نعيش في سلام مش باستسلام، الله بيعلمنا الخضوع مش الخنوع. الله حق وانا بدافع عن الحق في بلدي وفي العالم وفي الدنيا، ودي كلمة بسيبها ليك ولكل العالم والبشرية.